المساعدات الإنسانية مصر، يستمر تدفقها من مصر، تتفاوض على استمرارية تدفقها وسهولة نفاذها مصر. معانا على تليفون أستاذ محمد راجح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. يعني إحنا لا نكف عن الاتصال بيك، فده شيء بيسعدنا وكمان بيخلينا نفهم كتير. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله يا فندم، ده شرف ليا طبعا. ويعني انا بس عايز اكد على كلام حضرتك، فكره ان مصر يعني بوابه دخول المساعدات من مصر. لكن كمان عايزين نزيد على ده، يمكن لحد دلوقتي مصر ارسلت اكثر من 5000 طن مساعدات، فاكثر دوله في العالم ارسلت مساعدات لقطاع غزه خلال الفترة الأخيرة. أنا يمكن عملت رصد بسيط، يعني يمكن الفرق ما بين المساعدات اللي أرسلتها مصر وأي دولة تانية تقريبا، يعني بنتكلم أكتر دولة بعدينا بتتكلم في 20 طن مساعدات، إحنا بنتكلم في 5200 طن مساعدات. طب صححني لو أنا غلطان يا محمد، صححني. إحنا كتحالف وطني، إحنا مصر طبعا برضه التحالف الوطني، أرسلنا لحد دلوقتي ما يقارب 300 شاحنه. النهارده الحمد لله يمكن من خلال معبر رفح عدى اكثر من 80 شاحنه مساعدات اغاثيه، سواء بقى ادويه او غذاء لقطاع غزه. يمكن احنا الحمد لله كمان دورنا كتحالف وطني وكمؤسسه محمد انطلقت فيه المساعدات لقطاع غزة. احنا يمكن خلال الفترة اللي فاتت حضرتك عارف ان في مجموعة من المصابين دخلوا عشان يتلقوا العلاج داخل مصر. يمكن محافظة مشكورة وفقوا المستشفيات استقبلت المصابين والمرافقين بتوعهم، يعني تم مضايفتهم داخل مكان يعني دار ضيافة تم توفيره من قبل محافظة شمال سيناء. واحنا كمؤسسة مصر الخير عملنا مطبخ بحيث ان احنا نقدر نوفر معيشه للاهالي. طبعا احنا عارفين ان يعني في صعوبه ان هم يتم تحويل ليهم اي دعم مادي عشان يقدروا يوفروا المعيشه بتاعتهم خلال الفتره دي. طيب عظيم جدا. ده خليني اسالك سؤال انطلاقا من الكلام اللي انت قلته. مصر دخلت اكتر من 5000 طن بالضبط. في ال- 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 الترتيب الثاني، مش مهم اسم الدوله، في الترتيب بالضبط. الثاني 20 طن. تمام. انت بتتكلم في 0. استنى هطلعها لك والله العظيم تقريبا لو انا حاسب مظبوط 0.4، يعني المركز الثاني دخل 0.4 من اللي انا دخلته. هو انا اغنى دوله في العالم يا محمد؟ انا اغنى دوله في المنطقه يا محمد؟ احنا طبعا ده اللي انا كنت عايز اقوله، يعني يمكن احنا محتاجين المساعدات العالميه، يعني المساعدات اللي تيجي من الدول، انا مش عايز اقول بقى حتى دول عربيه. يعني انا يمكن لما اتكلمت مع حضرتك قبل كده اتكلمنا في حته ان هي قضيه لا تتعلق لا بالقضيه العربيه ولا فلسطينيه، هي قضيه انسانيه. قضيه انسانيه. عندي بنتي عندها 4 سنين دلوقتي بتتكلم معايا تقول لي يعني اللي بيحصل للاطفال هناك ده مش طبيعي، يعني حاجه بالفطره اي انسان بيشعر بالخجل اتجاه اللي بيحصل هناك. الا انه على ذكر بنتك، بص عشان انا عجز منك حبتين فخد تجربه اب عجوز، ما تفرجش بنتك على اللي بيحصل، اشرح واحكي وما تخليهاش تتفرج ارجوك. البنت هتتعب والله. هي انا راجل عجوز وعندي خبره بالموضوع ده. يعني هي للاسف الاحداث يعني مغطيه على كل حاجه في الدنيا. النهارده احنا يعني مصر طبعا يعني الاهتمام مش بس في فكره ان احنا بنبعت مساعدات او في الاخبار، لا، الاهتمام النهارده موجود في المدارس وفي الحضانات وفي كل مكان. انت حضرتك بتروح وبتمشي في الشارع اصلا علم فلسطين، بتمشي بالشارع علم مصر. انا حاولت اعمل حصر، مش مهتم ولا متاثر باللي بيحصل يعني لاهالينا هناك في فلسطين. صحيح. انا حاولت اعمل حصر يا محمد على يعني كميات المساعدات اللي يعني ايوه، ان المساعدات اللي وصلت يمكن ده من المجتمع المدني والاحزاب السياسيه وكمان يعني كل المجتمع المصري بشكل عام، يعني حتى المؤسسات الحكوميه في مصر، كل دول تجمعوا وارسلوا 5000 طن مساعده. وحضرتك ما حضرتك بتقول احنا مش داخل دوله في العالم، احنا بنجد ناس يعني هم نفسهم ممكن يكونوا محتاجين. طيب اصلا هستاذنك في حاجه كمان، انا بس شوف الناس اللي هناك اللي هستاذنك في حاجه اللي مش لاقي ياكل. شوف الطفل اللي قاعد في الشارع من غير غطا. عندنا مشكله.
يعني هستأذنك في حاجة يا محمد. اللي بقوله إن الحدث فعليا مغطي على الحاجة لدرجة إن زي ما حضرتك بتقول طفل عنده 4 سنين أنا المفروض ما وصلوش صورة زي دي للأسف غصب عننا ك لا بص هقول لك على حاجة هقول لك على حاجة احكي لها وفهمها واشرح لها ده دورك كأب وده حقها عليك وعليا وعلينا جميعا بس ما تخليهاش تشوف مشاهد لأنه دي مسألة مؤلمة ومؤذية ليها بالمناسبة. عايز استأذنك بقى في حاجة مهمة ألا وهي أنه أنا حاولت على قدي أعمل حصر لإجمالي المساعدات اللي وصلت فاللي وصلت له تقريبا أنه 75% من المساعدات بعتها مصر. هل أنا صح ولا غلط؟ لا لا صح احنا يعني مصر وده على فكرة مش اول ولا اخر مرة يعني احنا بالنسبة لنا يعني القضية الفلسطينية ودعم اهالينا واشقائنا في فلسطين يعني مش مرتبط باليوم احنا على مدار التاريخ احنا يمكن اكتر دولة تشعر ويعني يعني يمكن على فكرة انا عايز اقول حاجة انا يمكن مدير مكتب محافظة شمال سيناء في رابط اسري كبير جدا ما بين اهالينا في سيناء واهالينا في فلسطين يعني دايما أيوة. تلاقي في نسب ده متجوز من هنا وده متجوز من هنا فالموضوع بالنسبه لنا في اخوه كبيره جدا. انا عايز اقول للاسف على حاجه يمكن اللي مر لحد دلوقتي من مساعدات تقريبا ما يقارب 569 شاحنه مروا من خلال معبر رفح للهلال الاحمر الفلسطيني واكد امبارح على استلامهم. شايف ال 80 شاحنه اللي تم عبورهم النهارده ولكن انا عايز اكد برضو على حاجه حته ان الوقود مازال ممنوع من الدخول وده طبعا احنا النهارده انا سامع الاخبار ان خلاص يعني سيارات الاسعاف ما عندهاش وقود عشان تقدر تسعف المصابين او سيارات الاسعاف عندها وقود ولا المستشفيات عندها وقود ولا اسرائيل يعني عندها دم قربت تخرج عن الخدمه كمان فده طبعا يعني عايزين يعني يكون في ضغط اكبر من كده. انا سمعت طبعا كلام كله سليم 100% لازم يكون في ضغط اكبر من كده ومواقف اكتر من كده من جميع الدول عشان كمان طبعا يعني مبدئيا نقدر ندخل الوقود. يعني مش معقوله يكون في ناس مصابه ونجد ان احنا في الاخر ان الاردن بتبعت شاحنه او طائره بتنزل مساعدات. يعني طبعا يعني على الرغم من ان هو انجاز كبير جدا وحاجه عظيمه ولكن في النهايه هي حاجه تبين يعني الموقف العالمي ان احنا النهارده ازاي مش قادرين نوصل او ازاي المجتمع الدولي عاجز على انه يوفر مساعدات للمصابين في مستشفى وفي الاخر نضطر ان احنا نحذف لهم المساعدات من فوق. يعني ده يعني انا على الرغم ان هو انجاز ولكن انا ده مجتمع للاسف يعني الشديد بيعاني من بتر ذهني للعالم. عارف كده مفيش حاجه اسمها البتر الذهني بس هو مصطلح نقدر نستخدمه. ده مجتمع دولي يعاني من بتر في الذهن والله العظيم او بتر في الضمير حاجة كارثية ومؤلمة وسيئة الى ابعد الحدود موقف بائس. يعني بشكرك جدا يا محمد راجح عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي.